القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة النحو والتدريبات لطلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي بأسلوب المدح والذم، ونكمل اليوم ما تبقى من هذا الدرس لنتناول فيه المخصوص بالمدح أو الذم، وأحوال أيضا وأحوال فعل نعمة وبئسة. إذن درسنا اليوم هو تكملة للدرس الماضي حول المدح والذم. وقبل ذلك نسترجع ما تعلمناه. المدح هو الثناء والإطراء، والذم عكسه، وهما من الأساليب الشائعة في العربية كما قلنا، ويؤديان بوسائل كثيرة أشهرها أفعال مخصوصة، وقلنا من أشهر هذه الأفعال نعمة وبئسة وحبذا ولا حبذا. ونعمة وبئسة قلنا هما فعلان جامدان لإنشاء المدح والذم، فنعمة يستخدم للمدح وبئسة يستخدم للذم، كما في قولنا نعم الرجل سعيد وبئست المرأة النمامة. أما درس اليوم أعزائي الطلاب فنبدأ فيه بالمخصوص بالمدح أو الذم. والمراد عزيزي الطالب بالمخصوص بالمدح أو الذم الاسم الذي يأتي بعد الفعل والفاعل، الشيء أو الشخص الذي نريد أن نمدحه أو أن نذمه، كما في قولنا نعم الرجل خالد، فخالد هو المخصوص بالمدح. ولو قلنا بئس الرجل زيد لكان زيد هنا في هذا المثال هو المخصوص بالذم. إذن المخصوص بالمدح أو الذم يكون بعد الفعل والفعل، وهو الاسم الذي يعرب كما أعربناه في الدرس الماضي، الذي يعرب مبتدأ مؤخرا حسب الوجه الأول، أو الواقع خبرا لمبتدأ محذوف حسب الوجه الثاني. أي إننا نقول نعم الرجل خالد، خالد مبتدأ مؤخر، أو أن نقول هو خبر لمبتدأ محذوف، كذلك الأمر في بئس الرجل زيد. إذن عرفنا الآن المقصود بالمدح أو المخصوص بالمدح أو الذم. أما أحوال المخصوص فأولها أنه يأتي بعد فعل المدح والذم، وفاعله أيضا كما في الأمثلة السابقة التي مرت معنا. ولكن الحكم الأول هنا عزيزي الطالب أنه يجوز أن يتقدم المخصوص على الفعل والفاعل. إذن يجوز لنا أن نقدم المخصوص على فعل المدح أو الذم وعلى الفاعل. ففي قولنا نعم الصديق خالد، لاحظ جاء المخصوص بعد الفعل والفاعل وهو الأصل. يجوز لنا أن نقول خالد نعم الصديق، تقدم المخصوص على الفاعل. بئس الجليس الكذوب، أيضا نقول الكذوب بئس الجليس، نعم جليس المرء الصدوق، الصدوق نعم جليس المرء، وبئس جليس المرء الكذوب، الكذوب بئس جليس المرء. وكل الأمثلة هنا تدور حول حكم واحد، وهو يجوز أن يتقدم المخصوص على فعل المدح والذم والفاعل. وفي قولنا خالد نعم الصديق، أي إذا قدم المخصوص على الفعل والفاعل يكون الإعراب خالد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فهنا لم يعد مؤخرا فقد بدأت به الجملة. إذن خالد هو المبتدأ، ونعمة هو فعل ماض جامد لإنشاء المدح، والصديق هو الفاعل. وجملة نعمة الصديق المكونة من الفعل والفاعل هي في محل رفع خبر لمن؟ للمبتدأ خالد، أي المخصوص بالمدح. أما الحكم الثاني
يجوز حذف المخصوص بالمدح أو الذم إذا فهم من سياق الكلام. إذن أيضا قد يحذف المخصوص، وذلك إذا كان مفهوما من سياق الكلام ولا داعي لأن يذكر، كما في قوله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لاحظ معي نعم العبد، نعم فعل المدح والعبد هو الفاعل، أين المخصوص؟ قد حذف. ولماذا حذف هنا؟ لأن المعنى أو لأن سياق الكلام يدل عليه، فهو كما تقدم في قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب. إذن في قوله واذكر عبدنا أيوب جاء بعده إن وجدناه صابرا نعم العبد. أي عبد؟ من العبد هنا؟ إنه أيوب عليه السلام. لذلك تقدير الكلام نعم العبد أيوب. حذف المخصوص لأنه مفهوم من سياق الكلام. والمثال الثاني: النمام يفرق بين المتحابين فبئس ما يفعل. وقد وضعت لك خطين لتعرف أن المثال بينهما: النمام يفرق بين المتحابين فبئس ما يفعل، وسكتنا. أين المخصوص؟ فبئس ما يفعل، بئس هو الفعل، وما هي الفاعل أو التمييز، ويفعل هي جملة الصلة كما قلنا. فأين المخصوص هنا؟ محذوف. ولماذا؟ دلنا عليه ما تقدم وهو التفريق، أي بئس ما يفعل التفريق بين المتحابين. النمام يفرق بين المتحابين فبئس ما يفعل التفريق بين المتحابين. وهنا لا داعي لذكره لأنه مذكور في سياق الكلام أو دل عليه ما قبله. إذن الحكم الثاني: يجوز حذف المخصوص بالمدح أو الذم إذا فهم من سياق الكلام. ومن المخصوص إلى أحكام نعمة وبئس. أيضا للفعلين نعمة وبئس أحكام، أولها لهما صيغة واحدة وهي الماضي، وقد ذكرنا ذلك عندما قلنا هما فعلان جامدان، أي أنهما يأتيان في الماضي ولا يقبلان غير ذلك. فنقول نعم الرجل الصدوق وبئس الرجل الكذوب، ولا يجوز ينعم الرجل ولا يبئس الرجل. إذن لهما صيغة واحدة وهي الماضي، كما أنه لا تلحقهما علامتا التثنية أو الجمع، لا يقبلان علامتي التأنيث أو الجمع. فنقول المنافق بئس الرفيق، ولاحظ المنافقان بئس الرفيقان، والصدوق نعم الرفيق، الصدوقان نعم الرفيقان، إلى غير ذلك من الأمثلة. إذا لا تلحق بهما علامتا التثنية أو الجمع. أما الحكم الثالث: يجوز أن تلحقهما تاء التأنيث، وذلك إذا كان الفاعل مؤنثا. إذن عندما يكون الفاعل مؤنثا فلك أن تلحق الفعل نعم أو بئس بتاء التأنيث، فنقول نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند، أي بدون التاء أو مع التاء، وكلاهما جائز. وبئس المرأة الكذابة وبئست المرأة الكذابة بالتاء أو بدونها. إذن يجوز أن تلحقهما، أي تلحق نعمة وبئس تاء التأنيث، وبها يقول ترجحت فعليتهما، يعني تاء التأنيث دليل على أنهما فعلان، أي يقبلان تاء التأنيث. وبعد أن انتهينا أعزائي الطلاب من نعمة وبئس، ننتقل إلى المدح والذم باستخدام حبذا ولا حبذا، وهما أيضا للمدح والذم، ويستعملان استعمال نعمة وبئس. فنقول حبذا الصدق وحبذا الأمانة، لا حبذا الكذب ولا حبذا الخيانة. إذا حبذا ولا حبذا، وحبذا للمدح ولا حبذا هي للذم. أما مما يتكون الفعل هنا، فحبذا مكون من حبة، واحفظ معي عزيزي الطالب، حبذا هنا مكون من الفعل حبة وذا، وهو اسم إشارة وهو الفاعل. إذن هو مكون من حبة وذا. حبة فعل ماض جامد لإنشاء المدح، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. والمخصوص بالمدح يأتي بعدهما حبذا الصدق فهو المخصوص بالمدح، ولا حبذا الكذب فهو المخصوص بالذم. أما لا حبذا يضاف إليها مع الفعل والفاعل، يضاف إليها لا النافية،
إذا في قولنا لا حبذا لا نافية، وحب هو الفعل، واسم الإشارة ذا هو أيضا الفاعل، والمخصوص يأتي بعدهما. لا حبذا الكذب هو المخصوص بالذم، وكذلك الخيانة. أما الإعراب أيضا فلا يتغير، يعرب كل منهما أي الكذب والخيانة أو الصدق والأمانة يعربان مبتدأ مؤخرا، وخبره الجملة المتقدمة أي جملة حبذا أو جملة لا حبذا. إذن لا يختلفان كثيرا عن نعمة وبئس، نعمة تحتاج إلى الفاعل وبئس كذلك. أما حبذا ولا حبذا فاسم الإشارة ذا هو الفاعل، وما بعدهما هو المخصوص بالمدح، وأحواله كأحوال نعمة وبئس، إلا أنه يختلف عليهما بأمر واحد، وهو أنه لا يتقدم عليهما. لاحظون القاعدة ونعود إلى ما قبله، المخصوص بالمدح أو الذم لا يتقدم عليهما أبدا، فلا يجوز أن نقول المجد حبذا. إذن هنا قاعدة خاصة، مع الفعل حبذا ولا حبذا لا يجوز للمخصوص بالمدح أو الذم أن يتقدم عليهما، بل يأتي متأخرا دائما، وهو أيضا يعرب إعراب مخصوص نعمة وبئس المتأخر عنهما، أي كما قلنا يعرب مبتدأ مؤخرا أو خبرا لمبتدأ محذوف. أما حبذا ولا حبذا يلزم هذان الفعلان حالة واحدة ولا يتصرفان، إذن أيضا لهما حالة واحدة وهي في الماضي، ولا يتصرفان أي لا يتغيران ولا يقبلان إضافة، ولا تلحقهما علامات التثنية أو الجمع. فنقول حبذا الطالب المجد، وحبذا الطالبان المجدان، وحبذا الطلاب المجدون، وكلها في صيغة الإفراد. وأيضا ولا حبذا الطالب المهمل، ولا حبذا الطالبان المهملان، لا حبذا الطلاب المهملون. فحبذا ولا حبذا لهما صيغة واحدة لا تتغير. وبحبذا ولا حبذا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من أسلوب المدح والذم. آمل أنكم قد استفدتم مما وضحناه لكم في هذا الدرس، وإلى لقاء جديد بكم. أشكر لكم متابعتكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.